Hello and welcome to English Room. Slow ولا slowly؟ إيش الفرق بين الكلمتين هذه؟ عشان نعرف الفرق بين الكلمتين before we start وقبل ما نبدأ you have to know the adjective and the adverb. لازم تعرفوا الفرق بين الadjective اللي هي صفة والadverb اللي هو الحال. حنناقش بالتفصيل إيش معنى كل واحد فيهم وأنواعها. What is the adjective? إيش الadjective؟ الadjective هي الصفة التي تصف الفاعل أو حتى ضمير الفاعل، يعني شيء جماد أو شخص أو أشخاص. في أغلب الأحيان يكون قبل الاسم، لكن هذا مو شرط وما هو دائم. حيبغى لكم ممارسة ومعرفة للقواعد عشان تعرفوا متى نحط الصفة أول أو متى ما نحط الصفة أول. نشوف الطريقة الأولى بالsentence form أو ترتيب الجملة، لما يكون to be يعني she is, he is, it is, they are, we are, you are وهكذا. فلما نشوف to be يكون بعده adjective، كده بيكون المثال. ونشوف الأمثلة. she is happy، هي سعيدة. they are smart، هم أذكياء. it is expensive، إنه ذكي، اللي الشيء الجماد طبعا. let's take a look at the sentence. الجملة المثبتة هي ذكية. لاحظوا هي وإن كان ضمير الفاعل أو ممكن يكون حتى فاعل، لكن ما ذكرت بعده شيء. يعني لو كان المقصد أقول هي طالبة ذكية، ترتيب الجملة حتختلف وحنشوف في الشريحة اللي بعدها. And let's look at the second sentence form أو ترتيب الجملة بشكل آخر، لما يكون في adjective وبعده noun، الصفة وبعدين الاسم أو الشيء المراد وصفه. So في هذه الطريقة حيكون الصفة قبل الموصوف، مو زي الجملة اللي قبل مجرد الشيء وصفته. فحنشوف بعض الأمثلة. ونشوف الأمثلة. fast car سيارة سريعة. nice ring خاتم جميل. green house بيت أخضر أو اللي الناس يزرعوا فيه. So في هذه الأمثلة لما نقول شيء، يعني نقول مثلا سبورة بيضة على سبيل المثال، لو كان في صفة وموصوف احنا بنذكر الشيء اللي بنوصفه بالعربي وبعدين صفته، اما in English لا، الصفة بتيجي اول. وهنا بأرجع اقول نفس الفكرة وبعيد نفس الجملة، الصفة قبل الموصوف عكس اللغة العربية. في مثال مثل هذه سيارة جميلة. So in English نقول this is a nice car. A nice car, not car nice of course. بعض الأخطاء الشائعة بسمعها كثير بين الطلبة، this is good book. So إذا في صفة وموصوف لازم أراعي إن الشيء اللي بنوصفه مفرد ولا جمع، فبالتالي نقول this is a good book. we أداة التنكير الدالة على المفرد هنا الأ لازم يكون قبل أو أول صفة للشيء المراد وصفه. So we have to know in English there is a specific order for adjectives. في ترتيب معين للصفات، ترتيب الصفات ما هي عشوائية أبدا. So مثال نبدأ بالرأي، الحجم، العمر، والشكل، واللون، ثم المنشأ، وبعدين الخامة. يعني منطقيا حيكون من شيء سهل
تغييره إلى أصعب في التغيير، فالخامة أو الماتيريال بيكون أصعب شيء أو شيء ما يتغير، بيفضل على حاله. وبأمانة إذا كنت بتحفظ هذا الشيء أو بتذاكر وترتيب الصفات يستحسن حفظه، وإن كان منطقي فحيكون له فيديو خاص سو ما حندقق في الموضوع. So حنعيد نفس ترتيب الصفات in English. We start with opinion, size, age, shape, color, origin, and lastly material. وناخد أمثلة لكل صفة. Opinion say ugly بمعنى بشع, small حجم, old يعني قديم هذا يعتبر عمر الشيء, round الشكل, and then اللي هو دائري, red أحمر, Italian المنشأ اللي هو إيطالي, الخامة cotton. So على سبيل المثال لو بقول شنطة حلوة صغيرة ما أعرف ترتيب الصفات بالعربي وإن وجد أصلا, لكن حأقول a nice old bag, right? So يبغاله تدريب واستماع كثير. Okay, practice time. Try to put these adjectives in order. والكلمة اللي بتوصفوه أو الشيء اللي بتوصفوه الكرة. عندكم الصفات old, plastic, round, and orange. وتحفوني في الكومنتس إذا قدرت تجيبوه صح. And good luck. النقطة الثانية يعني شيء تفرع يعني من الموضوع الأساسي اللي هو الأفعال الحسية مع الadjectives اللي هو sense verbs with adjectives. حنشوف الأمثلة عشان الصورة تتضح أكثر. قبل ما نبدأ بالأفعال الحسية, الحواسية خمسة طبعا: الhearing الاستماع, والtaste التذوق, والsmelling الشم, والtouch اللمس, والvision اللي هي الرؤية. So, لازم نراعي إن كل الأفعال اللي حنستخدمها لازم يندرج تحت القاعدة أو المقصد أو التصريف. So, أراعي إذا كان مضارع بسيط, إذا كان مضارع مستمر أو ماضي والآخرين. So, listen carefully. أول sense أو حاسة الhearing. ففي الhearing ما نستخدم كلمة أو فعل hear. حنستخدم sound. So listen to this example. The music sounds relaxing. يعني الموسيقى أو صوت الموسيقى هادئة أو مريح للأعصاب. So sounds هنا في المضارع البسيط وعشان كده أضفنا الS. Next sense أو الحاسة اللي بعدها taste التذوق. So the ice cream tastes great. يعني طعم الايس كريم لذيذ أو رائع. So هنا موجود الشيء اللي بنوصفه اللي هو الايس كريم, وtaste اللي هو الحاسة, and then great صفة التذوق فطعمه لذيذ أو صفة طعم. And the next sense is smell اللي هو الرائحة, وهنا حنستخدم نفس الفعل smell. So the flowers smell great. طبعا هنا قلنا smell وليس smells لأني قلت الورود والجمع ما نستخدم فيه الاس في المضارع البسيط. So the flowers الشيء المراد وصفه smell great اللي رائحته ورائحة الورود رائعة. والآن نروح ل sense touch. في دي الحالة ما بنستخدم touch كفعل, بنستخدم feel اللي هو يشعر. So المثال the jacket feels soft يعني ملمس الجاكيت ناعم. وصفنا الجاكيت ووصفنا بالفعل الحسي وبعدين صفة الملمس. نجي للسنس الأخير اللي هو الفيجن. ففي بنستخدم الفعل الحسي look وليس vision. سو المثال your shoes look comfortable يعني شكل حذائك مريح. سو هنا بنوصف بناء على شكل الشيء. لتابع الموضوع السابق, الأفعال الحسية تستخدم كمان للتشبيه. هذه ملاحظة متعلقة بالموضوع. You look like my sister يعني شكلك زي أختي. You look like,
فهنا بنشبه الشكل بشخص. You sound like my mother. فيعني كلامك أو صوتك زي والدتي. And then you smell like pancakes. يعني ريحتك pancakes. يعتبر مدح. It feels like plastic. يعني لما ألمس شيء أقول ملمسه كأنه بلاستيك لكن قزاز. Wow. Right? And then it tastes like chicken. So it tastes like chicken means طعمه زي الchicken. لكن واضح إنه ما هو chicken أصلاً. في نفس الحالة نقدر نستخدمها لعكس التشبيه لو نبي نفرق. لما نقول you don't look like my sister. You don't sound like my mother. Right? فلو نبي نفرق أو لو نبغى نشبه بين أشياء. So, بعد ما خلصنا موضوع الـ adjectives بشكل بسيط الحين حندخل في موضوع الحال اللي هو الـ adverb. يحتاج تركزوا في هذا الجزئية. So, what is it? إيش الحال؟ كيف الحال؟ joking. So الـ adverbs. الـ adverbs يصف الفعل والصفة والجملة أو جزء حتى من الجملة، يخبرنا عن الكيفية. فإذا بنوصف الفعل بيقول لنا كيف الفعل ده بيصير. حنوضح أكثر في الجمل الجاية، وكمان بيوضح أين متى ومدى تكرار الشيء اللي هو الـ frequency. So حنشوف تعريفه بالإنجليش. So I'll repeat, what is an adverb? An adverb modifies verbs, adverbs, adjectives, and a sentence are a clause, يعني a part of a sentence. Okay, so this is what it modifies, يعني يعدل على معاني الأشياء اللي ذكرنا, but that can in Arabic. So an adverb, it tells us how, where, and when, and how much, and with what frequency. زي ما قلت التردد أو مدى التكرار. هذا تعريفه but in English. والآن حأوضح الـ adverbs. الحال لما تشوفوا الكلمات هذه أعرف أنه بتوصف كل شيء ما عدا الفاعل. فأخذوا نظرة على بعض الكلمات الدالة على الـ adverb. هي نشوف بعض الكلمات الدالة على حال الكيفية أو الكيفية عفوا. So quietly بهدوء أو بصمت, carefully بحرص, slowly ببطء, badly بسوء أو بشكل رديء, easily بسهولة, fast بسرعة, و quickly كمان بسرعة. ونشوف الكلمات الدالة على حال على where اللي هو فين, above فوق, far بعيد, back في الخلف, here هنا, behind في الوراء, and then we have below أسفل شيء, away يعني بعيد. وهذه الكلمات الدالة على المكان. ونشوف الكلمات الدالة على الحال على الزمن, how now الآن, soon قريب, later بعدين أو لاحقا, tomorrow غدا, already دوبه أو قيد صار, and tonight يعني الليلة, today اليوم, last year السنة الماضية, أو أي شيء دال على وقت بشكل عام. And now let's see الكلمات الدالة على how much أو الكمية أو إلى أي مدى. يعني to الأرقام, entirely تماماً, very جداً, extremely بشدة. زي لو قلت I am extremely happy, أنا جداً سعيدة. Almost يعني تقريباً, absolutely تماماً ولا حتماً, and just يعني فقط, right, just. And now let's take a look at how often, يعني مدى تكرار الشيء. So always, دائما, sometimes, أحيانا, often, غالبا, frequently يعني بشكل متكرر, normally يعني عادة يعني بحكم العادة, usually كمان عادة, seldom يعني نادر, never أبدا, rarely نادر جدا أو بالكاد. Now let's look at an example للadverb أو الحال اللي يصف الفعل.
We الفاعل والفاعلين walked مشينا ماضي مشي في الفعل. And then we have slowly اللي هو الadverb وهنا بيوصف لنا الhow الكيفية right. So we walk slowly يعني إحنا مشينا ببطء. ونشوف مثال آخر للتوضيح. The car is slow. The car is slow. هنا اللي بنتكلم عنه أو اللي بنوصف slow بنوصف السيارة. ففي دي الحالة slow يعتبر صفة وليس حال. فلما الكلمة تصف الفاعل أو الشيء اللي إحنا بنتكلم عنه وليس الفعل أو الجملة أو إلى آخره، لمن يصف الفاعل يعتبر adjective صفة right. So نشوف هنا التوضيح بالعلامة إنه slow بيصف الفاعل الكار و slowly في الجملة الأساسية هنا بيصف الفعل. So let's take a look at another adverb وهنا الحال بيصف الصفة. نشوف المثال. I will be slightly late. I will be slightly late. يعني أنا حأكون right slightly حال الصفة. الصفة في دي الحالة late. يعني أنا حأكون شوي متأخر right. حأكون متأخر. فهنا degree بمعنى إلى أي مدى الصفة هذه حتصير. يعني شوي حتأخر. So ممكن أقول a little bit عادي، لكن slightly هنا بس حبيت أضيف شيء لمفرداتكم. slightly يعني شوية. لو قلت are you angry؟ I'm slightly angry. I'm just a little bit angry. Now this is a bit tricky. شوية خربط لأنه إحنا الدحين بنتكلم عن حال الحال. أنا زي ما قلت الadverb ممكن يصف adverb غيره كمان. So نشوف المثال. She talks too slowly. الحال لو ما حطينا to على سبيل المثال slowly بيصف طريقة حديثها اللي هو تتكلم ببطء. She talks slowly. فأضفنا حال للحال too slowly يعني بطء بزيادة. So too على فكرة دائما معناه سلبي. لما نقول oh you're too kind يعني مرة لطيفة. You're too polite. You are too boring. You're too funny. So غالبا مو دائما معناه شيء سلبي. زي لو قلت it's too cheap يعني مرة رخيص معناه هذا شيء سلبي يعتبر ذم في الشيء. So زي ما قلنا هذا هو حال الحال أو بنوصف الحال بحال آخر. كيف بس. هنشوف آخر مثال. حالة الجملة كاملة وفي دي الحالة عادة بتجي قبلها ترى مو دائما بيجي قبل، أحيانا بيكون في أي مكان لكن الكلمة تدل على الجملة كاملة. سنشوف حالة الجملة هنا كمثال. Fortunately we got there on time. Fortunately معناه لحسن الحظ. وصلنا هناك على الموعد. على الموعد right. Well, we got there in time, on time, وإلى آخره. So ممكن أقول we got there in time, fortunately, right? So برضو يعبر عن الجملة أو الشيء اللي حصل إنه وصلنا هناك on time لحسن الحظ. So هذا آخر شيء. فيبغى لكم حقيقي تتدربوا كثير على أساس تتعودوا على المكان وتذاكروا الجدول عن الadverbs أو الحال. جدا مفيدة في التعبير بالذات لما تتقدموا أكثر في اللغة. فما حتقولوا جمل مبسطة، حتضيفوا adverbs، حتضيفوا adjectives ومراتب للadjectives. فحقيقي يبغى لكم تتدربوا مرة كثير. And usually كالعادة لا تنسوا إن عجبكم الفيديو اعملوا لايك وكمان اشتركوا في القناة. وإذا حابين تشاركوا الفيديو مع غيركم please do that، حأكون من الشاكرين. And see you in the next video. Thank you. Bye bye.